وزيرك كعشانك هي صوماليا وهشيس لصق علي دلكي سك 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 منك أدر كيسان ووزيرك الرماها جدها أي صومالي الآن وحنا كمدها وفتجي مدحين موسى بيح للسعودي شركي سدح جيسوت كها جيبوتي كدعي هذا الكيجا ما تلعب مد أرمال كقراء أما ورقتك قراء بركنت هذا الجشو أما قلبك قراء لابت هذا كحي وزير كان سومالي الآن إسلا الدقيقة دا المقالك أصادو بي أيام مقالة دا مقدشة لغا جسو جوابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام يا دمانتين شعبك سومالي يدو مالك السود دوني دا أكا جوكتان وولادكين عبد الله مع الحسين ورجينا يا أنه النبض إيا عاف مذقبنا إن ربي كان أمرك لي دب إنو كل سيي إساق أي محداسي أو إذلي أصغناتي مركور النبي كان عليه الصلاة والسلام آن قوة صلينو إنت دب ربي كان دبك هكذا القاضو أنت سوق توصلت هنا إلى يوحنا ويديننا إنه أبركيه أبالبلاريه ونبرواقيه. مقال كلا نشر جري لايك تكوبا دسوق وجارو دتك لا الصوماليات سلمرك هسينا رأي جودة خيبت كومن تيجا يقول لفتر كودو أي نقوله وده جن قلبك أي نقطة الله كم بركة سوق هذا سودو حدك دجن ورك أنكوش يجيو لبم ميلاد أمضى ميلكو قرندن تاع ورقة سوق هذا عد كقرب بركين تهذا ديجو معلن أنا ما أنت أحين بعد مقال كان دب وحاسوسا دونتا أما قلبك أجا كو قرأ اللابت هذا كو هاي بشارة بشارة مانجر سعدي حرسي وحيكو كانتي اللابت يالي أولو فيدباك جيد وضطو أو آن هو بابا بقول كيف بقول ما فهنتين لقسمي جيد كدعرتا فيدباك آن يرد لغي سنو ما شاء الله تبارك الله وان استعمالي متكان أرتريغة أو خارع قادو إيو متكان كلانت إيجين كأه أو وحنا نسيت كنا نبسوطه كني نجي هي كريمكي هي كده وجه لغور قناعي الله لا بد أنك استعمالي ما شاء الله تبارك الله وجه ده ما بلغ هذا الكربو أول حارة صارنا ولا بد لنا قرحة وكنا ده يعني كقاضي مركي قر ما عنا لهين الحمد لله حتى ما حيزتي ويجا بابين واو هادي أد أوبا هانت هادو جرجا يقدر يحدث جوج إنها العكس ميسد وحيك سينا ساعة بقل دولار أو هذي ده. so إن شاء الله لمبر كان شاشة ده يو كوكو قرني هاي وعمل بدون كنت عليه سأك جوكتت مانجر سعدي حرص جرجا أيه كوكين الدون تا وألعب كارس كار. حسوسين حسوسين وحير بين حسوسين يا. إتوبي أنا ويسو جوابتي ولي بجوابتي إتوبي إيكو سو جوابتي وإذا صور ده هيك دقدقة تاس. أذيت وحمالي بمالي تكدم بيسا. isa si tirayay oo sare u sii kacayay oo suurkeedu hawada sare marayay waa arinta 20 kilometir ee badda ee madaxweyne Muuse Biixi uu heshiis hordhaca kula soo galay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed koodi bishan hadda aanu ku jirno ee January koodeeda waya arintaas waxay dhalisay buuq aad u tir badan mudaharaadkii maalintii Muuse Biixi hadalkaas iyo kelmadda uu ka dhawaajiyay bilaabay إلا ما أنتوا مقال كان أن إذن لوو ذاقا يو واو سعودي سو أنيو حا إذن شاقي مقال كو أقوه الرئيي وارد كوراه اللي محان إذن كوغو شاقي وأدنى أدنى يكسو هذا الشي وضد بضان أو حقرات يكسو هاللين ووزيرك أرماها قده يا سوامالي وكسو هاللي إن أرنتن موسبيحي وكو دقاقي إيتوبية وكو آذي لإسل أغاء لكن موسى أويري وحبا أنو قوان قاري مايي لكن أرنتها بيربان إيتوبي إنا إغلاها اللاني وكالسو هاللي balse wixii shiis oo gooni ah iyo sahiix aan dhiibayo midna ma jiri doono sidoo wasiirka arrimaha gudaha masar fiqi uu sheegay waa adna adan laakin way cadeysay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo waftigi la socday Muuse Biixi iyo waftigi Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya la socday dhamaantood waxay tiri goob joogayaal bay ahaayeen markii arintaas aan go'aankeeda gaarnay dawladda Soomaaliyana arintaa way beenisay waxay tiri iska daa inaan wax dhiibne Itoobiya anaga waxna kaga maqayn walaa wada socotaan kula laaban maayo hadaba markii aniga oo war badan gelinay markii hore waxaan doonayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin hadalkiisa inaan wax yar ku wada nasano kadibna jawaabtii lagu soo jawaabay aan muqaalka idin kugu xijiyo golaha baarlamaanka ee Soomaaliya wasiirka gaashaandiga ee Soomaaliya oo heshiis la soo galay dalka Ethiopia oo kula soo galay arrimaha inay ka wada iska kaashanayaan
بدا يرلك انت بقى هشيس كاس عبد القادر محمد نور وما انت برمانك وارك كاد لا يوم هشيس كان او قرسودي كها ومده سوماليدا انك هشيس كان سومالي لاند سوما ايتوبيا يسود الكلام مدحوينو مركو ايربورت كسو تجيبو قرنك سومالي لاند وقورخمي شرار بدن او برشد سومالي لاند dadkee dambudnaanta lana maxaan ku dhahday waa laga wada galay waxa arintan Soomaaliya ay imika ka cadeynaysaa oo ay leedahay heshiiskan Soomaaliya lan bad iyo dhul meel walba Soomaaliya wax leedahay ma jiree waa dal Soomaaliya ka tirsan dawladda Soomaaliyana ay xukunto wasiir maxamed kaahinow halkaan ugu okay wasiirku waxa uu sheegay in uu jiray wada hadal iyo heshiis dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya ay wada yeesheen oo ay wada galeen laakiin umada aan loo sheegin oo laga qariyay hadalkayga meel ku qoramanta waa laga qariyay arintaas laba maalmood bay ka soo wareegtay markay ka hadlayeen ee baraha bulshada ay taagnaayeen oo ay lahaayeen dawladdu heshiisay la soo gashay dawlado kale oo Itoobiya ay ka mid tahay heshiisada dawladaha kale ee la soo gashay dawladda Soomaaliya waana loo soo gudbiyay Itoobiya heshiiska ay dawladda Soomaaliya la soo gashay maxaa baarlamaanka loo horkeeni la yahay hadalkayga dhigiso arintaas bariyahanba baraha bulshada way ka taagneed oo waa isku dhigana dawladuhu marka aniga tayada ka hadla aydeeda markaan dhiibto labada dawladood waxay iska kaashan karaan arrimaha amaanka waxa ay waataas in macnaha Soomaaliland ay baxdo Itoobiya u tagto arrimaha amaanka iyo nabadgelyada ay iska kaashadaan maadaama deegaanada macnaha waxa weyn xuduud dheer ay leeyihiin in dhanka amaanka iska kaashadaan oo la yiraahdo de warnimayow wax dhibaato noo keenay xagiina yuusan nagaga soo gudbin xagganagana idinkaga ma soo gudbayee in la yiraahdo arrimaha amaanka laga wada hadlo waa wax iska furan taa wax weyn maaha laakiin waxa laga hadlay waxa waaye 20 kilometer oo bad aba laga hadlayaa lagama hadlayo arrimaha amaanka iskaashiga iyo ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo taasi buda gooni u tuman waay waxa laga hadlayo waa 20 kilometer oo bad ah baa laga hadlaya jawaabta cad ee Itoobiya ay ka bixisay oo ituso itaabsi ana waa idin soo wada taa marka aniga mida wasiirka halkaasan ooga haraya isagu marka wuxuu isleeyahay dawladda Soomaaliya sir ay umada Soomaaliyeed ka qarisay fashil oo bananaanka keen uba keenayba uu keenayba uu keenay okay marka jawaabtii ayaan rabaa marka inaan idin la wadaago halka waxaan doonayaa inaan fariin uga diro Muuse Bixi hadii aanu nahay dadka reer Soomaaliland ama gobollada waqooyi waanu joognaa Muqdisho xagaana waanu joognaa dadka reer Soomaaliland ilaahay baa aqoonsaday aqoonsi kale ay kaaga baahan yihiin haba yaraatee ma jirto ma waxaad ugu tala gashay sidii reer Bani Israa'iil inta aad qaado inaad bariga dhexaad u geyso balse waxaan ballan kugu qaaday haddii xabashi waddankayga aad ugu tala gashay inaad u xalaalayso qabsuu billaah aniga calanka ka tagi toona hargeysa qof ugu horeeyo ka taagan noqon doona wuxuu haddii ay siyaasiyiinta ama dadka reer Soomaaliland ay kugu daawadeen waddanka burburkiisa iyo baabiisa annaga la xil jecel kale annaga doonayna waxaanu doonaynaa oo aanu ka dagaalami doonaa oo aanu dhiigayaga u qabi doonaa halkaasaan marka isagana kaga soo harayaa waa jawaab loogaga soo jawaabay maanta magaalada Muqdisho oo macnaha waxa weeyaan jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ay fariinta uga soo direen madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliland oo uu ka mid yahay madaxweyne Muuse Biixi iyo wasiirka arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin maanta magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay wax aanan horey looga arag dibadbax uu dhici jiray midda maanta dhacday looma kala harin midda maanta dhacday awl dadka dibadbixi jiray waxay ahaayeen dad kooban dumarna u badan diiwaan gashan oo degmooyinka markaa ka diiwaan gashan oo heblaayi loo yaqaanay laakiin maanta magaalada Muqdisho qofi guri kuma harin laga soo bilaabo meesha laga soo galo magaalada iyo meesha looga baxo inta ka dhaxeysa meel aad cag dhigtaa ma aysan jirin ummaddu sidaas ayay dibadda ugu soo baxeen dhammaan dadkani waxay u soo dabad baxeen
وكجبشة كجبنا يعني ما هي هاي تو لبعتك كيلومتر مسبح وكتل مامي إثيوبيا أنا وحين قن سدولد وجوه ريسون أقنصتا أنا جن وحين قن ندلك وجوه ري أو مركزي لبعتك كيلومتر أو بضع سيا أيا نقرنا وسدو يري بسرعة دعونا كل بكيس ساسا كم وقتي سو مركزات كان سدا أي أصوب حين مدح بضم أو أن هري لو أركجرين أيا ما أنت فجارياش كسوة مغضي أو مركز أيق لفتر كودو شعب ككل يرجلنا يي إن أي كجوبتان إسلام مركزنا فرين تودا إن أي كحنيهين أي مجيان إن بد لصيو دولدة إثيوبيا آذيات إسكو سوى ضد مركز إثيوبيا ويسو جوابتي إثيوبيا هدبا ما هذا البيكوسو جوابتي مسفعل بيكوسو جوابتي مسوي ده هذا شيء مقال كان كحية أيام كقولوا ذاك دوراية يوسف كدافين فرينتها إثيوبيا يسوق قد بسي وأن آمن سنة هاي دد بضن أو الصومالية ده هردة إن أي هردة كتو سندونت وأن آمن سنة أدب أمها سنتين إنت أن مقالكاس اسكو قصو الله بندونه وحان ذكي قتغي أنا بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.